السوق يعتبر الان رخيص. الصيف يشتد مره يكون الكرتون 80 90 يصل الى 120 ريال. بالضبط في الشتاء بيبقى سعره رخيص غير الصيف. 6 حبه بكم؟ 12 ريال. 6 حبه ب 12 ريال وهنا. مرحبا شباب، الله يسعدكم يعطيكم العافيه. اليوم حلقتنا عن اسعار الخضار. خلاص صراحه رمضان وقرب عيد الحج، فنشوف الاسعار هل هي ارتفعت انخفضت، هل هو وقت المناسب للشراء، بالذات نحن كأهل المدينة أو لما تيجي الحلقة حتشتري كميات كبيرة، فهل يستحق أنك تجي عزيزي المشاهد في الحلقة الآن أو لا؟ خلينا نشوف السوق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله، إيش عندكم؟ عندنا بصل وتوم وبطاطس. بكم البصل؟ في هذا 10، في 20، في 30، في 15، في 20 ريال، في بصل يمني مصري وطني. ما شاء الله تبارك الله، هذا كم سعره هذا؟ هذا 35 ريال مصري 20 كيلو. هذا 20 كيلو؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله. هذا يمني 20 كيلو 35 ريال. هذا يمني ب 25 ريال. 35. 35. 20 كيلو. 20 كيلو. هنا؟ هذا بطاطس 10 كيلو. هذا بطاطس 10 كيلو. 10 ريال. 10 ما شاء الله تبارك الله 10 ريال، رخيص البطاطس السعر الحين. الثوم؟ الثوم 3 كيلو ونص 25 ريال. 25 ريال يعتبر مقبول، ما هو لا غالي ولا رخيص. البطاطس كبير 20 ريال 13 كيلو. البطاطس الكبير، هذا البطاطس الكبير صح؟ ايوه. بكم هذا؟ هذا الجامبو. هذا الجامبو 20 ريال 13 كيلو. ايوه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ومتى واحد ليش واحد ياخذ جامبو؟ ايش الفرق بين الجامبو والثاني؟ اللي بياخذ جامبو عشان كيس كبير. يبقى بالنسبه له احسن ما ياخذ صغير، ياخذ كيس كبير لما يا سلام. اسرته كبيره فبياخذ كيس كبير، فياخذ الكيس كبير. بس هذا الفرق يعني. ايوه موفر يعني. ممتاز. تنصح الناس انه الان في الصيف يشتروا ولا يستنوا كمان شويه بعد الحج؟ لا يشتروا. كاسعار تنخفض وترتفع يعني؟ هي الاسعار كل شويه في الطالع وفي النازل يعني، ما تثبتش على حالها. يعني البطاطس ممكن النهارده تلاقيها ب 10، بكره تلاقيها ب 15. بكره بس يوم واحد؟ ايوه يوم واحد تنزل، لان الاسعار كل يوم في الطالع وفي النازل. بس في يعني في احيان يقول لك خلاص هذا الوقت المناسب انك تروح تشوف الحلقه. اكيد طبعا، وفي فتره من الفترات يجي الاسعار رخيصه خالص مره، يعني مثلا تيجي البطاطس رخيصه، يجي البصل رخيص، وفي فتره تلاقي الرنج الاسعار عالي. هو بالصيف والشتاء ولا كيف؟ والله ما لهاش توقيت. ما لها توقيت. في الصيف وفي الشتاء عادي ما لهاش توقيت. وهي على حسب الطلب والعرض. البطاطس في الشتاء، البطاطس في الشتاء بيبقى سعرها رخيص غير الصيف. حلو. يعني البطاطس في الشتاء بيبقى سعرها اقل شوي. لان اغلبيه موسم المزارع بيبقى في الشتاء ما في الصيف. حلو. المزارع بتقل فيها البطاطس في الصيف. ما شاء الله تبارك الله. الحبحب كم سعر حبحب هذا؟ هذا 10 ريال، هذا 15. هذا 10 ريال وهذا 15 ريال. ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، بدأ الحراج. الطماطم متقفل على 19 ريال الكرتونين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بكم الموز؟ الموز على 5 ريال كيلو. الموز ب 5 ريال. كيلو ولا ايش؟ كيلو. شربت لي ما شاء الله تبارك الله. ايش كمان عندكم؟ عندك الكيوي شربت لي على 15. هذه ب 15. هذه التشكيله على 10. هنا كلها ب 10 ريال. عندك المشمش، الخوخ، البخاره، الغريبه. حلو. النكتار. حلو. عندك الفراوله 8. الفراوله هذا ب 8. 8 ريال اردنيه. عندك كرز ب 10. كرز ب 10. كميتر عندك ب 10. اثنين. الجوافه بكم؟ 12 ريال. الجوافه ب 12. نعم. وعندك الكميترا؟ عندك الكميترا اسبانيه 20 ريال. 28 ريال. 20. 20. كم هذا؟ كيلو ونص. 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص. شو اسمه؟ التفاح السوري 13. 13 سوري هذا. الجزر يماني على 15. هذا جزر يماني بطاطا حلو. بطاطا حلوه. نعم. كم سعره هذا؟ 15 ريال صندوق. 15 ريال. ان شاء الله. عندك الاناناس في سكري 20 في عيدي 10. حلو اللي هناك. اي نعم. عندك الرمان الكيلو 15 ريال. الكيلو ب 15 ريال الرمان. نعم.
عندك التفاح الشربت لي كيس 15 كيلو ونص. حلو، هذا هو الشربت لي صح؟ هذا الشربت لي جنوب افريقيا، هذا طبيعي يجي. ما شاء الله تبارك الله. طيب عندك الافوكادو الصندوق ب 28 ريال 4 كيلو. 4 كيلو؟ 4 كيلو ما شاء الله تبارك الله. وعندك الطبق الكمثرى 3 كيلو على 25 ريال. هناك على 25 ريال. على 25. عندك التفاح هنا، عندك السكري 25، عندك الامريكي الاخضر والاحمر 30 ريال. هنا 30 30 حلو. ايوه عندك البرتقال، عندك اكل وعصير ب 18 ريال. اكل وعصير ب 15 ريال. 18 18 ريال. حلو. عندك العصير ب 40 او العصير ب 40 15 كيلو يجيك. ما شاء الله 15 كيلو. 15 كيلو. حلو ما شاء الله تبارك الله. بالنسبه للمانجا، المانجا على 25 حقت عصير الان، ما في اكل مره حاليا. ما في صح؟ حاليا في باكستاني نازل. خلص. كم سعر الباكستاني نازل؟ 35 ريال. 35 ريال ما شاء الله تبارك. عندك التين حق العلا 20 ريال. ما شاء الله هذا التين. والتفاح بكم؟ تفاح طبق هنا 25. سكري بكم؟ 25. شربتني طبعا انت كده تنزل السعر عشان اللي بيصور، فاحمد اسالك 25. هو سجلته من اول. ما همه بالفيديو. اشتريت عادي على السعر واحد. باب هذا المانجا الان ما شاء الله تبارك الله نازل باكستاني، وباكستاني معروف انه غالي ب 40 ريال طبقه واحده. ما شاء الله تبارك الله هذا المانجا. الله ايش عندكم؟ عندنا خضار المدينه بشكل بجميع انواعها. عندك البامي المديني. حلو. عندك في باميه حبه صغيره سماسم. متى واحد يختار هذا الكبيره صح؟ هذه الحبه الكبيره، هذه حبه وسط. بكم هذه؟ تروح سعرها طيب 15 ريال. 15 ريال الكيلو. يعني والصغيره؟ الصغيره هذه تجيك الحبه، هذه حبه صغيره، هذه السماسم. هذه ب 20 ريال. بالضبط. الصغيره تجي اغلى يعني. الصغيره تجي اغلى، تجي احلى هي. الحبه الصغيره بالضبط. وعندك الليمون المديني هذا حق المخلل. هذا بدايه موسمه عشان كذا دحين، كيلو ب 5 ريال. حلو. هذه حق المدينه طبعا. عندك هنا الكيلو الاخضر، هذا بنجر. هذا بنجر بكم سعره؟ اختلاف الثقافات، بعضهم يقول لك سمندر. حلو. بعضهم يسموه بنجر. يا سلام. هذا كرتون ب 50 ريال. 50. يعني الكيلو ب 5 ريال زي كذا. حلو. 4 ريال. عندك الطماطم حقت شجوة. البيوت المحمية، هذه 4 كيلو. هذه 4 كيلو. 4 كيلو ب 10 ريال. ب 10 ريال. نعم، عندك الكرتون زي كذا، كرتون كبير هذا حق العلا. هذه بتاع ب 25 ريال الكرتون. 25 ريال. 25 ريال. من العلا. نعم، من العلا. ما شاء الله تبارك. هذه بيوت محمية. هذه مزرعة شمسية. وعندك الخيار. الكرتون ب 15 ريال حق المدينة. عندك الفاصوليا ب 45 ريال. هذا ب 45 ريال. الكيلو يروح ب 8 ريال. الكيلو ب 8 ريال. نعم. حلو. عندك الكوسة حقت المدينة. ما شاء الله تبارك الله. هذه ما شاء الله كرتونها ب 35 ريال. يعني أسعارنا في المدينة طيبة. حلو. مرة ممتازة. هو أتوقع أسعار منخفضة بسبب الصيف. لا دحين حيدخل الحر، بداية الصيف يعني حر يشتد. حلو. حتكون البضاعة غالية نوعا ما. ترتفع يعني. يعني ترتفع أكيد. الشتاء تكون رخيصة مرة، هذه تكون في الشتاء الكرتون ب 10 ريال. حلو. في الصيف يشتد مرة يكون الكرتون ب 80 90 يصل إلى 120 ريال. طيب إيش اللي ينخفض في الصيف؟ إيش اللي ينخفض؟ الفواكه ولا الخضروات؟ لا الفواكه. الفواكه هي تنخفض. التشكيلة الصيفية تنخفض مرة، في الشتاء الفواكه تكون مرة غالية. والله شباب أنا شايف إن السوق يعتبر الآن رخيص، فرصة للجميع صراحة. ما أدري عشان الصيف الناس ما تشتري في الصيف، ما تجي الحلقة، ما أدري. فيعتبر السوق يعتبر رخيص حاليا يعني. والله إيش عندكم؟ بقدونس. هذا بقدونس. أوه. كم سعره؟ 3 بريال. 3 بريال. أوه. وهذا شبت. إيش؟ شبت. شبت. في إيش يستخدم هذا؟ هذا سلطة. سلطة. حلو. أيوه. وهذا كراك. حلو. وكم هذا؟ هذا 3 ربطات بريال. كلها أتوقع حتى 3 ربطات. أيوه. بريال. 3 بريال. هذا عندك رجل إيدام. حلو. هذا إدام. ايوه. هذه بكم؟ 3 ربطات بريال. 3 ربطات بريال. وعندك سلك. سلك. 3 ربطات بريال. نفسه. 3 ربطات كمان بريال. وعندك بصل اخضر. بصل اخضر. هذا بصل مرة صغير هذا ولا ايش؟ هذا لا هذا لفت. هذا البصل اخضر. هذا البصل، ايش الفرق بين دا ودا؟ هذا إدام، هذا بصل. هذا إدام. اللي دائما ينطبق. هذا ينطبق مع السلك. هذا ينطبق مع السلك. ايوه. هذا بصل اخضر ربطه 3 ريال 2.5. هذه ربطه ب 3 ريال 2.5. مويا ابو بار مويا. هذا فجل ابيض. فجل ابيض. الربطه ريلين 3 ب 5. الربطه كذا ريلين. بريلين. ما شاء الله. التين قلت لي بكم؟ 20 ريال. 20 ريال. في جيزاني وفي عندك حق العلا نوعين. وعندك شو اسمه العنب؟ العنب عندك الاخضر المصري كيلو 10. ما شاء الله. عندك الفلفل الرومي. فلفل رومي. نعم هذا حق المدينه.
هذا حق المدينة. نعم. كم سعره هذا؟ سعره كرتون بخمسين، 55 يجي. الكيلو بخمسة؟ الكيلو بخمسة ريال. حلو. نبيعه. هذا الكيلو بأربعة ريال، نبيع كيلو ونصف خمسة ريال. ثلاثة كيلو بعشرة. هذا كرتون بخمسة وعشرين، بثلاثين ريال. حلو. زي كذا. الخيار زي ما قلت لك، هذا سعره طيب الخيار. الحين بخمسة وعشرين، بعشرين، سعره مرة طيب. الخيار. نبيع أربعة ريال، كيلو ونصف خمسة ريال. ثلاثة كيلو بعشرة. نعم. هذه الخس. عندك خس هذا حق هاي، مو حق المدينة. الكرتون بخمسة عشر ريال، نبيع ثلاث حبات كوم نسميها، ثلاث حبات خمسة ريال. حلو. ما شاء الله تبارك الله. الحب حب والخربوزة. عندك البطيخ الحبة على 20 ريال. 20 ريال. مصري. أول حب حب. أهل مدني طيب. أيوه. البطيخ. طيب. وعندك الشمام 23 ريال. 23 ريال. فين طب الخربز فينه؟ خربز ما عندي. إيش كيف عارف بين الخربز؟ الخربز يجيك مخطط. القشرة. الخربز يكون مخطط. مو هذا دحين هذا مخطط. لا هذا عادي. هذا عادي. يكون كله كده مخطط تقريبا زي كده تقريبا شكله مختلف عن هذا الشكل كله دائما مختلف عندك حق البطاطس هذا حق حائل كيس كبيره ما شاء الله بعشر ريال هذه بعشر ريال هاي 8 كيلو ما شاء الله بعشر ريال هذه بخمسة ريال هذه عندك 4 كيلو هذه 4 كيلو اكيد صحيح بس انا شايف يعني انا شايف السوق بالذات في البطاطس النوع مو جيد نازل لا هذاك يجيك حق الجوف هذا حق هايل يجيك للقلي للطبخ هذا مزرعه شمسيه حلو هذاك يجيك حق الجوف يجيك من برا الثلاجات حلو فعشان كذا ما يزبط متى يزبط القليل؟ دحين لما يشتد الحر مره هذه ما تحصل ثلاجات نادرا ما تحصل ثلاجة حلو هذه يصل في عز الحر هذه تتكلم عن شهر ونص شهرين يجي في عز الحر هذه يصل لك 30 ريال 25 ريال ما شاء الله تبارك هذه لمده شهرين ما شاء الله تبارك يكون مره غالي عشان انه ما يكون متوفر هذه الزهرة هذه الزهرة تجيك من نعم تجيك هذه من حايل هذه كرتونها ست حبات كرتونها ب 15 18 يصل ل 20 ريال ما يعدي الزهرة نعم صحيح ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم عليكم السلام الله يحييكم ايش عندكم ما شاء الله الله يسعدك عندنا الخضار كامل كله كامل نبدا من هنا طماطم 5 ريال 5 ريال 5 ريال نص كيلو لا كيلوين كيلوين ها كيلوين. ما شاء الله عندك الخيار كيلو الخيار كيلو كم 3 ب10 3 ب10 3 ب10 حلو جميل الكوسه كمان نفسها 3 ب10 3 ب10 تيجي نص كيلو حلو عندك الباميه ثلاثة كياس تيجي كيلو ممكن ثلاثة بعشرة كمان ما شاء الله نظيفة البامية أيوه. كلها طيبة كلها ثلاثة بعشرة الرومي كمان الرومي بثلاثة بعشرة كلها حتى السوادي ثلاثة بعشرة الحار ما شاء الله تبارك الله هنا الليمون بكم الليمون؟ ليمون 12 ريال هذه ب 12 ريال؟ أيوه كم حبة هذه؟ ست حبة ست حبة بكم؟ 12 ريال ست حبة ب 12 ريال وهناك؟ 10 ريال كيس هذه ب 10 ريال ما شاء الله تبارك الله هذه من وين؟ هذا يماني هذا يماني وهذا هذا مصري ما شاء الله تبارك يعتبر الليمون دحين رخيص ايوه عندك فراوله امريكي هذا الفراوله الامريكي الاحمر كم سعره هذا هذا 35 33 35 33 وهذا هذا عنده 18 ريال التوت البري هذا صح التوت الاسود التوت الاسود ايه طيب عندك الجوز الهند هذا الجوز الهند ايوه ما شاء الله تبارك الله بكم هذا هذه 18 هذا ب 18 ريال 18 ريال له تاريخ انتهاء هذا ولا بس زي كذا؟ زي ما هي زي ما هي أيه. حلو طب يا اخوان الله يسعدكم ويعطيكم العافيه كذا تنتهي جولتنا اليوم اعطونا رايكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمه سلام سلام